يحيى ايش رايك انت تلاقي في الرجال هذا؟ يا ابو دجل الله يرحم والديك ترى احنا صايمين. شوف بس خير خير وش في امك انت؟ الله يرحم امك والله. شوف الرجال تعبان عنده ضغط عنده سكر سكر عنده شو اسمه ذا الروماتيز. الله يرحم امك ويسمع اقسم بالله. شوف انا معلك معلك ليه بس الروماتيز وين؟ الروماتيز شو اسمه هذا في الركب. والله هذا مو تعبان والله. تعال انا اعلمك. اسمع انا اعلمك الحين انه مو تعبان ولا في شيء ابدا. خليك هنا بس يحيى خلاص تفهمت معايا لعل شكل شكله. ايوه هذا هو اللي يقول فيه روماتيزم. ايوه اضرب معي. شكرا الله يعطيك العافيه على المساج. شكرا لك. ايش فيك يا اخي كل سنه ساقط ساقط ساقط؟ شكلك ما تذاكر يا اخي. يا اخوي احمد ربك انت شكل معك واسطه مخك كذا. انا اعرفه فاضي انت اخوي وانا اعرفك. لكن دحين وش اقول لابوي اني ساقط؟ كيف اقول له؟ ما عليك عندي. مشينا مشينا مشينا. بسم الله. السلام عليكم يبا. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله شوف الشاهد في جيوبكم. بشروا عسى نجحتوا. ايوه بشرك ابوي نجحت خط الاول. ما شاء الله يا ولدي الله يوفقك. انت اللي بترفع راسي الله يوفقك. وانت بشر كيف شهادتك؟ والله يبا بشرك اني نجحت بس اني حملت في الرياضيات والانجليزي والفيزياء. ليش؟ لان الاستاذ قال بنحملك هذه المواد عشان تبقى في سادس ما تطلعوا المتوسط عشان اللي يجون من خامس يستفيدون منك. هذا كله من دعواتك يا ابا ومن اجتهاداتي. يا رب لك الحمد. ما شاء الله عشان يستفيدون منك. انا وانا ابوك ما استفدت منك اصلا. عارف ان شهادتك زي وجهك. ولا عاد راح تستفيد مني شيء حتى مستقبلي راح. والله كذا بيروح الالم بسرعه. نمله شجره نمله شجره نمله. لا تشيلهم يا ابو نواف. خلها ياخذ ملفه ويمرني المكتب بكره وان شاء الله خير. ما عندك اي مشكله في امان الله. بشر يا ابو سعيد انا حصلت ولدك سعيد وظيفه ولا باقي؟ والله ابد دورنا في الدوائر الحكوميه في القطاعات الخاصه يا رجال. والله الوضع ما يبيله الا واسطه. واسطتك عندي يا ولد. خلها ياخذ ملفه ويمرني المكتب بكره وان شاء الله خير. والله وجهك علي الطاي انك كفو. والله انك كفو. انا احب راسك. تسلم ولا تسلم شهادتي. والله اعطيتها الملف الحين. اعطيها الملف. خلها تستعجل عرسك. خلها بكره الصباح. لا تستعجل يا ولد. ان شاء الله ان شاء الله. أهلا وسهلا معا. حياك الله. في الطريق. يلا يلا في عمل في عمل في عمل. يلا يلا وش فيك؟ يلا انت العب. يلا يلا. حيا الله سهلا معا. الله يحييك ويبقيك. طبعا نور المجلس والله. المجلس منور بهذا. شكلك يا رب عندك متعبان يا بابا. واضح الله يستر. المهم مالك مختفي لك اسبوع. والله كنت مع اخوياني في البحر نزلت اسبح اخذت اول وحده ثاني وحده ثالث وحده صعدت لقطني ساحر. من لقطه ساحر ضرب راسي في عمود رفعت الكشف كذا باقي 5 كيلو عن السودان. يا اخي لا ما قطعت صلاتك مرت من هنا عادي. صدق الله العظيم. انت الحين تقول حرام. طيب اعطني الدليل عشان اصدقك. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخوي لو سمحت تعال. نعم أخي إنه حرام وشديد التحريم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من يمر بين يدي المصلي وإما إن غلبه ومر فلا يضر صلاته. فرصة سعيدة أسعد من جانا والله. الله يسعد أيامك يا أبو نايف. والله لا تنسى يا أبو نايف سلم لي على الشباب. يوصل يوصل إن شاء الله. ولا تنسى الأهلي والهلال. إيش؟ الحين الحين أسلم لك على الأهلي والهلال. عزاهي يا جرح قلب ما براه بموت فوق الجروح العطيبة ناوى قادة عزاهي يا جرح قلب.